لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إلهنا ما أعدلك، مليك كل من ملك، لبيك قد لبيت لك، لبيك إن الحمد لك والملك لك لا شريك لك. ما خاب عبد سألك، لبيك إن الحمد لك والملك لك لا شريك لك. كل نبي وملك وكل من أهل لك، وكل عبد سألك سبح أو لبى فلك. لبيك إن الحمد لك والملك لك لا شريك لك. إلهنا ما أعدلك، مليك كل من ملك. أركان الكعبة الأربعة. الكعبة المشرفة لها أربعة أركان: ركن فيه الحجر الأسود، والحجر الأسود هو حجر من أحجار الجنة، وبعده في مسير الطائف الركن العراقي، فالركن الشامي، فالركن اليماني. وهناك مقام إبراهيم، وهو محل قدم نبينا إبراهيم على نبينا وآله وصحبه أفضل الصلاة والسلام، ويقع بالقرب من الكعبة. أما حجر إسماعيل فهو في جوار الكعبة، وكما يقال هو مدفن هاجر أم إسماعيل وإسماعيل عليهما السلام، وجمع من أنبياء الله سبحانه وتعالى. والمستجار هو ما يكون خلف باب الكعبة من الاتجاه الآخر وقبل الركن اليماني. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.